الحقيقة توعية الطفل وندربه على حاجات كتيرة في أمور كتيرة من الحياة بيشوفها الطفل لما بيخرج خارج البيت، دي مسؤولية كل أب وكل أم. فقرتنا النهاردة الحقيقة هنتكلم عن إن إحنا نخليه يحافظ على خصوصية جسمه، نعلمه إزاي، ندربه إزاي، وزي ما قلنا في بداية حلقتنا النهاردة من دينا بطريقة ما تخلوش يخاف من الناس أو يخاف يقرب من الناس أو لما الناس تقرب منه. زي ما قلنا كمان في لمسة مقبولة جدا وفي لمسة غير مقبولة، ممكن الاقتراب من جسم الطفل أو كلام بطريقة معينة، إيماءة معينة، تحرش لفظي ممكن، مش بس التحرش كمان جسدي. هنتكلم في الموضوع ده إزاي نوعي طفلنا ونحافظ عليه ونحميه. خليني أرحب بالأستاذة نسرين رمزي، هي الكاتبة الصحفية واستشاري النفسي والتربية، وبرحب بيك أستاذة نسرين. أهلا بك يا حبيبتي. أهلا بك. طيب هو إحنا عايزين نعلم أطفالنا، ويمكن هنعرف كمان من حوارنا أو فقرتنا السن اللي بتزي فيه نوعيه او نفهمه بطريقه مباشره او غير مباشره. خلينا نقول ان ازاي احمي ولادي او ادربهم على ان هم ما يتعرضوش للتحرش. بدايه يعني في فرق بين التربيه وبين الرعايه، ان انا باكل الطفل بشربه ده اسمها رعايه. التربيه بيبقى لازم في عادات في سلوكيات بعلمها له، ايه اللي بيفرق اسره عن اسره او تربيه عن تربيه، ان انا في سلوكيات وعادات ببتدي اعلمها له. من امتى الكلام ده؟ من هو صغير، يعني من هو صغير لما بيبقى في ترابيزه ازاز وعليها شاي بنقول له لا، بيبقى خلاص بنعلمه انه لا استحاله. طب ما ابتدي اعلمه برده انه هو في البيت. سنه كام هنا يا استاذه نسرين؟ من سن 3 سنين ممكن، ثلاث يعني سنين. من 3 سنين ممكن ان انت حتى بطريقه مبسطه كل ما السن بيكبر ممكن ابتدي اكبر القواعد اللي انا بديها له او التعليمات اللي انا بديها له. ما فيش حاجه اسمها يغير مثلا قدام اخواته او ان هو يبقى في البيت في اوضته مقفوله عليه ساعات لما يكون بيغير. انا بعلمه خصوصيته، خصوصيه جسمه. بالظبط كده، خصوصيه جسمه بدايه، ان هو ايه اللي ممكن يقعد بيه، ايه اللي ممكن لا ما ينفعش ان هو وهو في الحمام حد بيدخل عليه. كده ابتدى وهو في الاسره الكيان الصغير الاول في وعي ان لا ده تخيلي ده على مستوى الاسره اللي هي اقرب حاجه لي. طب هيبقى بره بقى ازاي؟ هتبتدي الدايره تكبر اكتر، وهنبتدي نبقى فيه قواعد ان انا لا ازاي ده ما حدش يلمسني، ده ما حدش يشوفني وانا بغير الكلام ده كله. التحرش ممكن يكون بإيماءة، ممكن يكون بكلمة، ممكن يكون بشكل بنظرة بشكل جسدي. طيب هنا الأنواع دي أعلمها أو خلي ابني أو بنتي ياخدوا بالهم إزاي؟ بالتدريج واحدة واحدة. وبعدين عايزين نقول إن المتحرش جبان، يعني هو جبان. دي نقطة مهمة جدا. دي نقطة مهمة جدا، هو جبان. انا هستغل جبنه ده الاول ان انا حسب طبعا درجة الطفل او سن الطفل. لازم يرد بداية حتى بنظرة عينه، ان انا نظرة عيني ان انا حد لمسني بطريقة مش كويسة، حد حط ايده عليا او بص لي بصة مش كويسة، لازم افهمه ان انا فاهمة ولو بنظرة عين. بعد كده ممكن هزق ايده، الامر تطور لاكتر من كده. صوتي يعلى، استعين بقى في المكان اللي انا مثلا في البيت في نادي، هبتدي اقول للمدرب بتاعي او المدربه بتاعتي في الفصل، هقول للمدرسه بتاعتي، ابتدي استعين بحد تاني. ده بتيجي عن طريق برضو التدريج، يعني هو اصغر هو اكبر شويه لغايه لما بيبتدي يحس ان ده حق من حقوقه ان هو يقول ان في حد تعدى على مساحه، مساحه ما حدش يتخطاها، حد تعدى على المساحه الشخصيه بتاعتي. ودي نقطه مهمه بس مش من الكبار، يعني ممكن بطريقه يعني ممكن من حد اصغر شويه، مش لازم يكون حد كبير يعمل كده. ممكن تكون الاطفال مش فاهمين هما بيعملوا ايه. بالظبط دي نقطه برضو مهمه. بالظبط كده، ممكن اطفال مع بعض في سن المدرسه في سن النادي ممكن يكونوا بيقلدوا حاجه شافوها، ممكن تكون حاجه من حد اكبر اتعملت فيه فبيبتدي يعملها مع زمايله في المدرسه. فلازم يبقى في وعي الطفل، لو عنده وعي متدرج صحيح بالموضوع ده هيبتدي يعرف يوقفه ازاي. بس هو دايما الاساس في البيت، هو الحقيقه البيت هو اساس كل حاجه. بالظبط كده. بعديها بمرحله بنخش المدرسه. المدرسه بيبقى ليها دور بشكل او باخر. اكيد طبعا اكيد. هتقول لفظا استاذه نسرين في حاجه اسمها تحرش، هل انت مع المواجهه ان انا اقول بطريقه صريحه خلي بالكم، ولا ممكن اقولها له بطريقه مبسطه سهله؟ تقصدي كالمدرس مثلا او مع دور المدرسه مثلا، الاخصائي الاجتماعي او الجانب الاجتماعي.
او المدرسه بيبقى دورها ايه في الموضوع ده، اني ادربه واعلمه او اعيه؟ هو لازم الاول هو يكون شخص واخد الاساس أكتف من البيت وشخص اكتف. انا اتعرضت لحاجه زي كده، لو هو حاسس بالاحتواء في البيت لازم يعني نحط تحت دي كذا خط. لو حاسس بالاحتواء هيصارح والدته، هيصارح مامته، هيصارح باباه، انا في حاجه ضايقتني، في مشاكل تحرش كتيره جدا ما بيتمش الافصاح عنها عشان الطفل بيخاف. بالظبط، دي نقطه مهمه قوي، ده يمكن دي هي اساس المشكله. بالزبط. لانه لو الطفل او الطفله خافوا يقولوا ممكن يحصل تمادي، ممكن يحصل طبعا اثار تداعيات سلبيه ونفسيه نفسي على الطفل جامد لغايه لما يكبر. طب ازاي هنا المصارحه تيجي ازاي؟ من البيت؟ من البيت اول حاجه ان انا بطمنه انت مالكش ذنب، يعني هو مش مذنب. ما هو مش مذنب، هو بيحس ان هو مذنب، بيحس ان هو خايف. انا كأم بقى الاحظ توتر، خايف، اراقب سلوكه، خايف مش عايز يروح المدرسه، خايف في حاجه في المدرسه او في النادي مثلا، في حاجه رعباه، رعباه ايا كان بقى الموقف حصل فين. صحيح. حصل في النادي، لا ده مرعوب مش عايز يروح، عنده كوابيس بالليل، في سوري مثلا تبول ارادي، في اي مشاكل نفسيه ابتدت تطرق على الطفل، لا ده خايف في حاجه مش قادر يواجهني بيها. انا لازم يبقى في عندي دور ان انا الاحظ طفلي، وان انا ابقى في احتواء، ان انا لما يتكلم ما يبقاش خايف، لا يبقى عايز يحكي، بحيث ان احنا هنشوف اللي تعرض له وابتدي اشوف هنعالج الموقف ده ازاي. صحيح. يعني دلوقتي لو حصل لا قدر الله انه طفل تعرض او طفله حقيقه لنوع من انواع التحرش، هو طبعا اكيد لو زي ما نرجع نقول في البدايه انه لو انا مدرباه في البيت ومواعياه هيحس ان حاجه مش طبيعيه. بالظبط كده. فهبتدي يلجا لي. هنا اتعامل ازاي مع طفل تعرض لتحرش؟ حسب وأب. انا حابه كمان ان احنا الام والاب بيشاركوا مش بس الام فقط. حسب درجه التحرش اولا، يعني من لفظي لمد ايده لمسه لازيد من كده، حسب درجه التحرش مبدئيا. لو التحرش وصل لمرحله متقدمه قوي ما نتمنهاش، يعني لازم استعين يعني طبيب نفسي، استعين بلايف كوتش، لازم استعين بحد يساعدني ان انا اتجاوز، لان دي هتبقى صدمه نفسيه مش كويسه خالص للطفل، خصوصا لو كان النوع من انواع التحرش كان قاسي شويه، كان قاسي شويه او متقدم شويه، فلازم ان انا استعين بحد يساعدني ان انا دوت الطفل دوت سواء ولد او بنت لازم يخرج من الازمه دي، لازم ان هو يواجه. انت مش مذنب، انت لازم تواجه بطريقه معينه، زي ما قلنا هو جبان، بس انا برضو في نفس الوقت مش لازم اتغرب بجبنه، لان خلي بالك ان ممكن المتحرش يبقى جبان جدا وبس لو لقى الطفل واخد باله او بتاع هيرجع، بس لو حصل مثلا صرخ او صوت جامد او عمل مثلا اكشن جامد ممكن يأذيه، لان هو خايف من رد الفعل فممكن يأذيه. فانا مع التدريج زي ما قلت الطفل لما بيتعود على حاجه زي كده بيبقى عارف خلاص ان هو ازاي يحمي نفسه، بيواجه في البيت بنشوف هنعالج المشكله دي ازاي. تمام. طيب دلوقتي لو حصلت انه في تداعيات نفسيه او تاثر، يعني ممكن في يعني لو كان موضوع بسيط واستوعبناه، لكن لو موضوع كان قاسي شويه او حصل فيه اثار سلبيه، حضرتك بتقولي انه ممكن الجا لاستعين بخبير باستشاره نفسيه. هتبقى ازاي؟ يعني هل هتبقى مثلا تبقى متواصله ولا تبقى فتره معينه؟ امتى اوقف ان انا لغايه لما احس ان هو تشافى، يعني طفلي ده تشافى. هو هيبان بقى ان هو خلاص لو في موقف تاني زي كده بيتعرض له بيعالج الموقف ازاي، هيبان ان طفلي بقى طبيعي. انا اكتر واحده قريبه من طفلي، انا اكتر واحده اقرب منه، وبعدين كتر الحوار هيبين ان هو لا هو تشافى وهو حاسس ان ده مش ذنبه. لا لازم يبقى ليك موقف، ومحدش يعني خصوصياتي جسمي ديت لا باللفظ، يعني في ساعات كمان بتبقى لفظ تنمر يعني بيؤدي بعد كده لتحرش. لا كل لا هو حقيقه ممكن التنمر بين الاطفال وبعضها، يعني هم صغيرين ممكن يتنمروا في المدرسه مثلا او يسخروا من حد، فدي برضو تحط في اطار تنمر. بالظبط كده، يعني دي برضو اسلوب من الاساليب ان انت لا دي خصوصياتي وده مساحتي الشخصيه، انت ما ينفعش ان انت تتعداها. طيب. بس مش هقول انها ظاهره، بس هقول انها ممكن تحدث لاي حد من ولادنا لا قدر الله يعني. طيب هل مثلا في هيئات معينه، مركز ثقافي للطفل او اي او مدارس، هنا التوعيه ازاي؟ يعني في محاضرات بتقال الاب والام عشان يحافظوا على ولادهم؟ بيحصل فعلا بيحصل. نمنع، هل ممكن نمنع هذه الظاهره؟
بص احنا مش هنقدر نقول نمنحها خالص، واكيد هي كانت موجوده من زمان. سلوك غير منضبط، سلوك غير منضبط. انا عايزه الفت نظر كمان ان ممكن التشريعات تزيد عن كده، يعني العقوبه لو غلظنا العقوبه شويه تمام. دي برضو هتبقى حاجه مهمه جدا تردع المتحرش ان هو يعمل حاجه صحيح. زي كده. العقوبه فعلا ممكن تمنعه دلوقتي تقريبا سنه وغرامه تقريبا، يعني امسك متحرش لو حصل لابني لا اروح ابلغه ما اخافش. في ناس بتتكسف تقول هل حصل، ما هو ده اللي بيخلي ان يتمادى بيتمادى. وبعدين الطفل بيكبر خلاص لغايه لما بيبقى في الجامعه، ولما بتشتغل بعد كده بتتعرض لتحرش في شغلها ما بتتكلمش خلاص، هي اتعودت على ان ده حاجه بتدعو للخجل. وبعدين الى حد ما برضو مجتمعنا بيجي له يجيب اللوم عليها، اصل هي لبسها كذا، اصل لا ما فيش سبب يستدعي ان انت تتعدى على حدود الشخصيه او تتحرش بطفل او بحد كبير، ما فيش اي سبب. صحيح. فالاصوات هي حاليا العقوبه قد ايه يا سوزان نسرين؟ هي العقوبه دلوقتي سنه و10,000 تقريبا غرامه، فطبعا مش بالنسبه لحد بيعمل جريمه زي دي. يعني هي وصلت ان بيتحرش بطفل، يعني طفله كان فيها قصص قبل كده لابسه بامبرز، يعني لا لابسه ولا عامله حاجه، فيها براءه ويعني واحد قلبي بيتوجع بصراحه لما بيحصل يتعرض لطفل حصل له كده يعني. بالظبط كده. فقولي مثلا السن الصغير قوي ده هيبقى مسؤوليه الام. يعني السن اللي هو قبل سن الحضانه او المدرسه ده مسؤوليه الام، انما انا لازم اوعي بقى عشان في مدرسه وفي نادي وفي حياه. هو في حياه بعد ما بيخرج من البيت يروح مدرسه بيروح نادي بيخرج مع اصحابه، بس برضو لازم نقول برضو يعني نصيحه مهمه قوي ان الام ما تستسهلش. لا خالص، يعني مش مثلا انا هوديه نادي واروح اعمل مشوار وارجع، لا لا لازم ابقى متابعه واسال بالتفصيل حصل ايه النهارده، قابلت مين، عملت ايه، عملتوا ايه في التدريب النهارده. لازم يبقى في حوار. وزي ما بقولت اول ما بتلاحظ اي تغير في سلوكه تمام. بتبتدي تحس ان في حاجه مضايقاه في المكان ده، في حاجه مضايقاه في المدرسه، في حاجه مضايقاه في النادي. هو الطفل بيقول بيكلم انا مش عايز اروح المكان ده، دي تبقى مؤشر ليا اقول في ايه او اسال. او لو حد مثلا لا قدر الله مثلا حد من احدى الاقارب هيبان، لا ده لما بيجي سيره فلان في العيله لا ده بيكش زياده، طب ما انا برضو الاحظ في علامه استفهام هنا، هو بيكش زياده ليه، ما كانش كده، يبقى في حد ضايقه في حاجه زي كده. لازم يبقى دماغي واعي، انا مش عايزه الطفل يبقى متحفز، لكن في نفس الوقت يبقى هو عارف دي من ضمن حدودي الشخصيه اللي هو صحيح. جسمه بس هو بحقه يعيش بطريقه امنه بسيطه كده. هو يعني بريء جميل بيلعب بيخش بعد كده الحضانه المدرسه النادي يستمتع بحياته، مش يعني لا يتحمل ولا يعني ولا يستحق ان حد يتحد يعني يتعدى خصوصيه جسمه او مساحه اللي هو المفروض ما حدش يقترب منها. صح كده، برافو كده. طيب يعني لما انت قلتي جمله حلوه قوي في البدايه انه في تربيه وفي رعايه. لو انا عملت الرعايه الصح لابني هيتجنب مشاكل كثيره ومنها التحرش؟ اكيد طبعا، لان هيبقى في حوار. يعني زي ما احنا قلنا الرعايه بقى كيلو بشربه وبعلمه، لا التربيه بقى ان انا في لغه حوار بيني وبينه، في بعلمه سلوكيات معينه، في انتماء، حاسس بانتماء ناحيه في الاسره فبيتكلم، فلا هتفرق طبعا. يعني لو حصل له الحاجه دي قهريا ما قدرش يوقفها يكفى ان هو هيقول لي، وطبعا انا ليا دور ان انا اخد حقه. التعامل مع الولد والبنت بيختلف في ان انا واعيه في موضوع ال لا ما اعتقدش ان هو لا هو يعني لازم دي بتاخد نفس التعليمات او نفس النقاط اللي لا ما حدش بيقرب من جسمي، ما حدش هنقول لا البنات اكتر، لا ما هو في بيتم التحرش بالولاد برضو. وبعدين المتحرش ده بيبقى لا مريض نفسي. صحيح. يعني هو يعني سلوك غير طبيعي غير منضبط، مش هنقول مريض نفسي، لا اضطراب، عندك اضطراب نفسي، بس هتتحاسب برضو عليه. يعني انت هتتحاسب على ان انت فاهم انت بتعمل ايه، بدليل انت بتعمله بخوف، بدليل انت عارف انه مش صح، مش هتيجي تعمله قدام الناس كلها، انت بتعمل حاجه في الدره فانت عارف ان هي حاجه غلط. فدي برضو حاجه لازم الفت نظري ليها. عايزين نقول كمان لو طب لو انا عندي طفل متحرش دي حاجه خطيره جدا. طب انا بقى لو انا العكس بقى دي ممكن يعني انت قلت نقطه مهمه قوي. طب ما انا برضو يعني ما هل هو يعني هو اللي بيمارس لو هو اللي لا ما انا برضو لازم من صغره احد لا في حدود، انت دخلت على اخوك الاوضه ازاي وهو بيغير، طب خبط الاول. ما دي برضو نفسي يعني زي ما انا بدي تعليماتي لده لازم برضو دوت ادي. طب هيتعالج ازاي ده يا استاذ؟ هيتعالج ازاي؟ ما ببتدي الاول في المراحل، لا ده غلط، لا ده ما ينفعش، بالتوعيه، بالكلام، بالحوار،
بعد كده هيبقى في لا في اسلوب عقاب بعد كده لو في مراحل تطورت بقى هبتدي اروح يمكن فعلا ممكن اقضي على الظاهره دي من الصغر لو حسيت ان ابني كده عنده برضو سلوك مش طبيعي او بيعمل حاجات مش صح وهو مش واخد باله ممكن يكونش واخد باله مش حتى. واخد باله ما توعاش فيها قبل كده طب انا وعيت وهو ما خدش باله لا انت خدت انا مش انا قلت كذا طب انت دخلت على اليوم وما في النادي مثلا في غرف تغيير الملابس طب انت دخلت ازاي استنى لما اللي جوه لو الحاجات دي اتعملت هو لا انا الفت نظره لان بدل ما حد تاني يقولها له او بدل ما حد ممكن يقولها له بطريقه قاسيه ويبقى متهم فيها طب ما انت لازم برضو دي تتراعى سواء الحق ليك او عليك يعني حقوقك وجبك صحيح. طيب هنا عندنا دور الاسره الاب والام في دور المدرسه بصفه عامه دور المجتمع هنا ايه وحضرتك بتمثلي يعني دور مهم قوي كاعلام وتحديدا صحافه اكيد ممكن من خلال المقالات من خلال رصد الحالات معينه فهنا دور المجتمع ازاي ان احنا نمنع او بمعنى صح نردع هذه الظاهره ونوعي الاب والام انهم يحافظوا على اولادهم من الظاهره دي. بص حضرتك في مراكز كتيره جدا زي المركز القومي لثقافه الطفل زي اماكن كتيره جدا بيبقى فيها النوادي لازم يبقى برضو في توعيه اكيد بيبقى في اخصائي اجتماعي بيبقى في مرشد نفسي في الاماكن ديت بيبقى في مجموعه من المحاضرات بنعمل مبادرات برضو كتيره جدا هتشاركي في حاجه زي كده اكيد لازم بتبقى بنشارك بحاجه زي كده وبعدين مش بيبقى فيها الاطفال بس يعني لازم بيبقى الطفل موجود ولازم الكبار يعني. الكبار كمان بيبقوا موجودين الموضوع ما يدعوش للخجل خالص لان طول ما انا راسي في الرمله بالعكس لما تكون في حاجه مش هقدر اواجه المشكله بالظبط مش هقدر اواجه فلازم ان انا ولو فيلم رسوم متحركه بسيط لا ما ينفعش ما ينفعش حد يحط ايده عليا كده ما ينفعش صحيح. حد يتعدى يعني نعملها بطريقه بتخاطب الطفل بموسيقى معينه بحركات ممكن بحاجات رياضيه مثلا نقول لهم نعمل كذا مش عارفه ايه بالظبط كده لو مثلا في مسرحيه في الاماكن اللي بتعمل انشطه ثقافيه هنعمل مسرحيه فيها مسرحيه العرايس بالظبط كده كل الحاجات دي حاجات تعليميه حاجات تعليميه تربويه ده دور المجتمع بخلاف المقالات بخلاف الاعلام لازم انبه للمواضيع ديت ودور الطفل ايه ولازم يبقى جريء ويطالب بحقه من اول النظره زي ما قلت يعني هو هيعرف ده من كتر ما انا بقى ببتدي اوعيه في البيت بالظبط كده فكره انه ما حدش يقرب منك في مساحه معينه ما يتخطاش حد دي اعتقد سهل قوي ان يستوعبها وممكن بعد كده في نقطه برضو نتكلم فيها هي اشكاليه انه من غير ما يحس ان خايف من الناس انه ممكن يتربى عنده عقده ان حد بيقرب منه يتربى عنده عدم القدره على التواصل مع الاخرين ما انا مش عايزه اخوفه قوي في نفس الوقت برضو عايزه اوعيه فتتعمل ازاي يا استاذه لسه قايله انا من شويه ان احنا حته ان انا لا ما انا مش عايزه عنده يبقى فزع ما هو مش هيقدر يروح النادي هيبقى على طول لا انت هتنزل وهتمارس حياتك وهتروح وهيبقى لك اصحاب وكل حاجه بس في بديهيات يعني زي ما قلنا احنا بنقول له البديهيات انك مش هتمسك حاجه سخنه خلاص البديهيات ان انت ما حدش هيلمس جسمك البديهيات ان انت لما هتروح النادي او هتروح المدرسه او كده ان احنا لينا اصحاب ولينا وبنخرج وبنقعد وبنروح نلعب رياضه وكل حاجه بس في حدود دي خلاص بقت بديهيات فالطفل بيتعامل معاها عادي على مستوى المجتمع على مستوى كبر شويه بقى في الجامعه على مستوى اشتغل خلاص بقت دي حاجه عاديه الخوف هيجي من ان هو كاتم حاجه او انه مخبي حاجه هو ده اللي هيجيب الخوف صحيح انما هو لو مارس وعدم حل المشكله بالظبط كده انما هو لو مارس حقه في ان هو يقول لا لو سمحت او ما تهزرش معايا بالطريقه دي ممكن باللفظ يعني في حد بيتعدى باللفظ معايا زياده لا ما تهزرش معايا بالطريقه دي لو ابتدى ياخد حقه خلاص هو يعني مش هيحتاج بعد كده ان هو يبقى تعبان نفسيا وكاتم حاجه ومحتاج ان هو طيب هل ممارسه الرياضه هل الحوار مع اولادي على طول هل لو عندي هوايه عايزه اخليه يعني ازودها انميها له اكسبه مهارات معينه ده بيشجع الطفل اكتر او بيقوي الطفل اكتر حتى لو انا ما وعيتوش ان في حاجه اسمها تحرش هي هتوعيه طبعا وهتختلف جامد في شخصيته يعني احنا بنشوف الطفل اللي عنده هوايات وبينزل رياضي او رياضي يعني لسه نقول هوايات الاول او رياضي وبينزل يمارس الكلام ده اكيد بيبقى شخصيته اقوى بيعرف ياخد حقه او بيعرف يبقى له راي بيبقى له شخصيه
بنقول من غير التوعيه لا برضو محتاجين موضوع التوعيه. صحيح. لا التوعيه في البيت دي يعني دي أساس. اساس هو ده الاساس ده انا بقول من هي يعني من سن 3 4 سنين وهو لسه بيتعلم السخن وحاسب السلمه يعني طب ازاي هيقدر برضو يتعلم ان في حدود لشخصيته. انا بشكرك جدا الكاتبه الصحفيه استاذه نسرين رمزي استشاري نفسي وتربوي، بشكرك شكرا جزيلا على النصايح والمعلومات ان احنا نحافظ على اولادنا ايا كان بقى مش بس التحرش ايا كان اي حاجه ممكن تاذيهم، دايما نتمنى لاولادنا يعني حياه امنه بسيطه وسهله. بشكرك جدا وانتهت كده فقراتنا من زينه، هسيب حضراتكم الفقرات القادمه وهتكون معكم زميلتي العزيزه مروه مجدي في طعم البيوت.